هي أشغال إنجاز مشروع أول صومعة استراتيجية لتخزين الحبوب بسعة مليون قنطار بالمنطقة الصناعية بمعسكر. هذا المشروع يدخل ضمن الاستراتيجية الوطنية الهادفة لضمان الأمن الغذائي. نوصل حتى أكثر من 700 ألف هكتار أو قنطار ممكن مرشحة إلى الزيادة. الشيء اللي دفع من السلطات العليا للبلاد اتخذ قرار من أجل إنشاء مخازن وصومعات التخزين هذا المنتوج. مشروع إنجاز صوامع تخزين الحبوب سعة مليون قنطار، نسعى جاهدين لإنجاز هذا المشروع في أجل محدد. اليوم نعلن على الانطلاقة تاع البرنامج الوطني انطلاق من معسكر. هذا هو المشروع الأول دارج يعني مسجل في برنامج اللي جا به السيد رئيس الجمهورية، هو كيف يعني نرفع من قدرات التخزين يعني للحبوب على المستوى الوطني. حاليا القدرة تاع التخزين تاعنا هي 4 ملايين طن بالبرنامج اللي زاد وضعه اللي متكون من 30 صومعة ومن 350 مركز جواري. هذا البرنامج الكل هو اللي يكون 5 ملايين طن كقدرة إضافية للتخزين، هي اللي راح تمد للبلاد قدرة التخزين للحبوب ب 9 ملايين طن يعني 90 مليون قنطار. وباعتبار معسكر ولاية فلاحية بامتياز، مشاريع استثمارية فلاحية نموذجية حققت نتائج إيجابية في مختلف الشعب بعد التسهيلات المقدمة للمستثمرين. استثمارات تتسع إلى 846 قطار، دينا بارتناريا اون 2018 كانت صحراء، اون فيان دو رياليزي دروك واحد قريب 300 هكتار دو بلونطاسيون. راه فيه تسهيلات قامت بها الدولة للمستثمر، لازم يبروفيتي من هذه التسهيلات، هذه راح يعود الاقتصاد الوطني والاكتفاء الذاتي. لانه احنا في قطاع الري التعليمات نتاع السيد رئيس الجمهوريه ليس توفير مياه الصالحه للشرب فقط، توفير مياه الصالحه للشرب، المحافظه على الديناميكيه التي يشهدها القطاع الفلاحي من خلال الاستمرار في توسيع الرقعة الفلاحية في كل مناطق الوطن بما فيها المناطق التي تشهد ندرة، والندرة هذه نقضي عليها بعدة عوامل وعدة مشاريع، من بين أهمها استعمال المياه الغير تقليدية، استعمال أنظمة سقي مقتصدة للمياه. وقد تم تخصيص غلاف مالي للولاية يقدر ب 252 مليار سنتيم لتكفل الأمثل بالمناطق التي تعاني من الشح المائي ولتحسين الخدمة العمومية.